بسم الله الرحمن الرحيم. سنتحدث في هذا المقطع عن الدوبلر، البلس ويف دوبلر والكونتينوس دوبلر. نلاحظ عند الضغط على زر بلس ويف ننتقل الى الصورة. نلاحظ ان له لا يظهر اشارة، ولكن يظهر كورسر البلس ويف ليضعه على المكان المطلوب وليكن الصمام تاجي، ثم نختار بلس ويف مرة اخرى، نكبس على بلس ويف مرة اخرى فيظهر لدينا الطيف. لرفع الصوت وخفض الصوت كما تحدثنا من الفوليوم، نخفضه أو نرفعه حسب الصورة المرادة المطلوبة. إذن لدينا أيضا في لدينا gain، رفع الجين. لاحظ عند رفع الجين وخفض الجين للدوبلر. سكيل لرفع لتغيير المجال أو تكبير الإشارة أو تصغير الإشارة حين نسموه، لكن هو رفع المجال أو تصغير المجال. نلاحظ هنا أنه 0.8 يمكن جعل المجال على سبيل المثال 0.15 أو 0.1 حسب المراد تصويره. البيز لاين لتغيير البيز لاين، إن الهدف من تغيير البيز لاين بشكل أساسي هو إزالة اليزنج. سنتحدث عن اليزنج في التطبيق العملي. هذا بيز لاين، لاحظ هذا خفضه أو رفعه. هذا بالنسبة للبيض.